صباح الخير. اليوم المنتظر الاخوان، اليوم ان شاء الله خصنا نوصلوا لمراكش احلى. عرفتي فمي ما كنتيش باقي نحلو معاك، نحلو بالشات كيترخ مع البرد. وما نفطروا هذا الفطور الرائع جدا ديك الساعات فين نجمعوا البارطاج ونمشيو. واحد القضيه الاخوان، لقينا واحد الدري وصل لنا الحوايج لمراكش، ما باقي لنا غير 20 كيلومتر، لهذا حنا غنركبوا دابا على الحمير حتى لمراكش ان شاء الله. اوكي يلا شربوا، بغيتي نحيد لك الكاسك، باش ياخذ هو راه بامكانه يشرب بهذا الكاسك، ولكن انا كيجيني فهمتي بحال اش هي واجهي يو كابو بيز بو بيز. شرب شرب هذا معنا، هذا معنا واش كاين لا بيمشي عند هادو. شتا الخوت المعاناه دار المعاناه مع هاد بوبيز وحق الله. الو الخربيه بلا ضربي على خلي اجي تشوفها ثاني مرة ثاني مرة كبيرة والله العظيم مصيبة مرة غتطلع فوق هذيك والله كنشم ريحة مراكش كنشمها. انتما الخوت الشنطي ذاك العام لقيناه مازال ما مقدبة، راه تقال باقي لنا واحد 20 تقريبا 25 كيلومتر ونوصلوا لمراكش. على ما اعتقد الاخوان هذا اخر فيلاج بعد المدينة، زعما قبل المدينه ديال مراكش اخر بلاصه هو هذا على ما اعتقد. الحمير ما بغاش يماريو، يا ربي السلامه وصافي. زيد ابو بيز، يلا ابو بيز زيد 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 زيد، تبع كتكوت تبع كتكوت تبع كتكوت تبع كتكوت. هانتوما الخوت وصلنا واحد الفيلاج او ابو بيز باش يرتاحوا واحد شويه، واخا باقي فيهم الجهد ولكن ما بيناش الفرصه لهم. عرفتي مالك التقيوتات، عرفتي شكون هو مالك التقيوتات؟ كيفاش مالك التقيوتات؟ لا واه صاحبي قصيو مع راسك في الطريق باقي نشد واحد 40 هادي كاين صح على حال ارش 15 حبه ارش 4 اللهم ان شاف باش حصلت لك الفيديو. 2000 درهم ياك وسطيها هادي الميريندينا واش هذاك خو هذاك هذاك شو هذا كيف عرفت الطريق هذا خو هذا شحال هذا بالحال يحسب لها هذا شحال عنده حسب حسب ثلاثة ديال الكحلين شي 1600 120 درهم ماشي يلا يلا بدا الحساب. ثلاثة ديال الكحلين واحد منعيش جوج ثلاثة طونيك وهذا واحد العصير هي شحال؟ اسمع اسمع ايه 320 طاجين طاجين ديال اللحم شوف اللهم بارك شو شحال ديال الليمون شوف هنا دابا كاملو راه الليمون وسميتو راه طيب شتوه هو كيبان لكم صفر هذا دابا راه قريب دابا يمشي للسوق ولا ما عرفتش وين يمشي كاع وي وي الله اكبر عرفتي علاش وصلنا دابا الاخوان اكبر طواله عرفتي عرفتي غتمرضنا انا معول تمرضني تمرضني علاش حيت دزنا فيها بالبيكالا والله ما بغات تسالى ما عرفت كاع شحال فيها واش 10 ولا 20 كيلومتر الخايبه فيها الخوت نفس المنظر كيتعاود قدامك فيها فيها الشجر هكا هكا فهمتي هي الدخله ديال مراكش وكتعاود ديك الطريق كتعاود 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 اللي شي حاجه راه بزاف منو دابا نوري لكم هي هذه شو ها انتم الخوت اللي فايت لي داز هنا اكسس طريق هي هذه. قبل ما نبداو الخوت في هذه الطواله هذه اللي قلت لكم طواله مشؤومه ما كنحملهاش انا والله ما كنحملها. المهم ها هي واحد ما عرفتش واش واد ولا الله اعلم نشربوا فيه الحمير واحد شويه في مانيت جا خالد الله زيدها زيد ابو زيد. دخلنا دابا في هاد الطريق هادي هانتوما كيما كتشوفو سير ما عرفت كاع يمشى نوريكم يمشى سالينا واش تلقاو الظلام واش تلقاو الصباح ليل. المهم عطا نعيقه وحبيب طوال هادي والله الا جا ليا فيها النعاس. دابا يلاه غندخلو للمدينة دخلنا دابا يلاه دخلنا للمدينة ديال مراكش باقي ما دخلناش 100%. المهم اسمي دينا دوار السلطان دوار السلطان الخوت نعرف واحد الجبار كيقد العظام هانتوما العظام اييه هانتوما الشوايه دابا غنقصيو عاد ندخلو للمدينة ديك الساعة يبدا المعقول يلا راه الخوت مراكش كامل هاكا تشوف مكرهتش نتمشى بحال ما هكا كيما كتشوفو حنا دابا راه في مراكش الدخلة ديال مراكش مكرهتش شي واحد يهزني يحطو بيا نتصور تما ونحيد والله الخوت إلا راه ما عاد كنشرح لكم راه ما عمر تحت في هاد السيتياسيون و 99 ديال الناس 99% ديال الناس اللي كيدوزو كيشوفو واش هاد الشيء زعما جاهم هاد الشيء بشكل ياك حسام ها واش هاد الشيء بشكل عند الناس ويلا راه عندي ما كنزيدش
هذا الراس ما كيبانش باش اجي راه فلان هذا خير الراس ما كتبانش الحمير غاديين وكيشوفوا فيهم الناس اي صافي بلان ها نتوما الخوت غاديين وكتدخلوا في الصميم ديال المدينه عرفتي والله ولكن شوف ستريس مشى اللي جات من حبابيها خصنا نوصلوا ان شاء الله كتبيه عرفتي علاش بغيت نوصل كتبيه باغي نتصور تما وندير لكم نيو بوست هاد نيو بوست الخوت بيت غد فرقع انتوما الاخوان باش تعرف واش وصلنا لمراكش مطار مراكش المنارة شتوه اه انجاز واحد قرب بان لكم الخوت فرق كبير بين الفيزاج ديالي قبل ودابا عرفتي هاد الطريق والله ما بات سالا بالله هاد الطريق دخل هاد مراكش انتوما كيما كنتو في مراكش عرفتوها بين وصلوا الكتبية راه كانت مشى التنسيج علاش اصلا كانت مشى والله سولنا الناس كان اللي تيقول لك باقي لك غير جوج كيلومتر كيلومتر ونص احنا دابا فهاد البلاصه الزرقاء هادي انتوما كما كتشوفوا شحال ديال الطريق باقيه لينا وباقي راه عيانين اخيرا كتبان لي الكتبيه واخا بعيده انتوما تبان لكم من هنا شوفوها انا بلا بوبيزا خويا بوبيزا هو خويا ها هو الاول لحظه كلشي مزيان سي بون